يعني إذا تواجدوا ماهوش حلو، وإذا ابتعدوا يقال خلاص إنه خابت الثورة ولم يعد لها وقود. بالعكس، ده الثورة مخزن استراتيجي. في موت من غير خروج روح لازم. طيب. لازم. فده بقى هل هي الثورة إن المعلمين يعملوا إدراك؟ لا لا، بصي ده اسمه اختزال. ليه بقى؟ أما أجي أحجم النهاردة الثورة، ما أنا ممكن تكلمي عن المعلمين، أكلمك على البلطجة اللي فعل فاعل. معلمين النهاردة أنا عايز أقول هددوا بالإضراب من فترة طويلة جدا. أنا يهمني التناول السياسي. أنا الحقيقة على الهوى أهو بسحب إعجابي بالدكتور شرف، وبسح اذا كان هو استمد شرعيته من الشارع ومن الميدان، وانا واحد من اللي كانوا في الميدان وواحد من اللي كانوا في الشارع. انا على الاقل في حدودي انا الشخصيه القليله دي انا بسحب ثقتي والجزء من الشرعيه اللي يخصني او نصيبي من الشرعيه اللي خدوا مني شرف، انا بسحبه تماما، لان انا مش قدام مجلس وزراء حقيقي. انا اكاد اتصور مجلس عسكري والقابض على مقاليد الحكم بنسبه 100%. المرحلة لا تحتمل وجود شرف بشخصيته التوافقية. المسألة عايزة موقف حد. يعني أنا كنت متصور، وخليني يعني الأمور بتخش ببعضها، أنا كنت متصور أن وزارة فيها علي السلمي وهو من المعارضة، وفيها عبد النور وهو من الوفد، وفيها الدكتور عبد الخالق جودة وهو من اليسار، وفيها شخصيات متعددة. أنا كنت متصور الناس دي هتقدم استقالتها فورا عقب الكلام عن حالة الطوارئ أيا كانت المبررات. أنا بدافع عن الحريات، أنا المشكلة عندي أنا بدافع عن مبادئ، ما بديقش المسألة على حالات خاصة. عايز أقول لك إن في ارتباك هنا، تقول لي في مجلس وزارة، حتى في الإعلام أسامة هيكل أول من بشرنا بعودة الطوارئ وطرح مبرراتها وحيثياتها علينا على الهواء. أنا الحقيقة قدام تخبط عجيب جدا، حتى وهي المسألة هو الاختبار الشخصي إن أنا أحطك في منصب عشان تبان كشخص. أرجع للخبر سؤال. ده أسألك سؤال، معلش معلش استكمال اللي بس حضرتك بتقوله. لو افترضنا هذا التنبؤ ان هم هيقدموا سألتهم، ماذا بعد؟ هتمر الفترة ازاي؟ مرحلة انعدادها ازاي؟ انا عايز مجلس وزراء حقيقي. انا عايز، انا حكيت يا لك اكتر من احنا في مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية تستوجب تستوجب ان الامور تعدي عشان نعديها. لو احنا وقفنا عند موقف معين معنى كده نعود نقطة البداية من اول وجديد. بص، ماذا بعد؟ المثل البلدي بيقول ايه؟ بالطلب اللين بتضيع الحق البين. انا عايز رئيس وزراء واضح قوي، حتى لو المجلس العسكري ده يخوف الدنيا كلها، انا عايز اقول كذا او امشي. ما هو النهارده التاريخ لن يترك المجلس العسكري ولن يترك شرف. هنقرا ده لو ربنا امد بينا في العمر، هنقرا ده وهنقرا عن حاجات كتيره جدا شابت المرحله الانتقاليه. ارجع للخبر ده، ان الاضراب كان معلوم، كان معلوم تاريخه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، للمتخوفين على العملية التعليمية، أنا بقول لهم والله العظيم إحنا ما عندنا تعليم، والولاد أساسا ما بتروحش المدرسة. بس أنا اللي تعبني في المسألة إن ما تمش الحوار من فترة طويلة، وإحنا بنقول يعني النهاردة الدكتور حازم الببلاوي طالع بيقول الطلبات مشروعة بس الميزانية ما تسمحش. اقعد، اللي أنا بقوله استوعبني، ما تسيبنيش يعني طول الوقت أنا في الشارع وبعدين في الآخر تحاسبني أنت. أنا ضد طبعا أن يدار التلاميذ ذنبهم إيه، أنا إنما في المجمل أنا ضد كمان الكادرات، لأن زي ما بتقول نهى النهاردة ما ينفعش تستقطع من المجتمع جزء وتديله أفضلية. ده الشرطة هم ليهم أفضلية، لا المعلم، لا الدكاترة، لا أي قطاع، من أول الراجل المتواضع اللي بيكنس لك الشارع لغاية أكبر راس في الدولة صاحب حق أو صاحب حق في العدالة. ما تجيش عارف تقطع لي الوطن وتسترضي أجزاء على حساب أجزاء. عشان كده أنا بقول الخلل كان في إدارة الأزمة، ده كان في إدارة الأزمة بندرها وهي شغالة. ما ينفعش كان عندنا أسبوع أسبوعين ثلاثة وهم ودوا الفترة دي أيا كان الاتفاق والاختلاف معهم. أنا بتكلم في الأدوات يا أستاذ نور، يعني إزاي إحنا ما نفعلش أدواتنا؟ للأسف أنا إحنا لسه مش ممتلكين أدواتنا. أعتقد إن إحنا الفترة الانتقالية لن تكون هناك عصا سحرية نحل بيها كل المشكلات المتراكمة. مش متقبلين يعني نتنقل عشان ما ناخدش بس حق الأخبار التانية. محمد، خبر أيضا من الأخبار الدولية والعالمية، الأخبار اللي مهمة جدا لمنطقة الشرق الأوسط وفلسطين والدول العربية. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الفلسطينيين يستحقون دولة، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال محادثات مع إسرائيل. طبعا هو أعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية فلسطين والسلطة الفلسطينية أن بكرة الجمعة هيقدموا الطلب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا رجعت في هذا.
السلطة الأمريكية والسلطة الإسرائيلية حاولت وما زالت تحاول بكل القوى استثنائهم عن هذا الإجراء. ولكن إذا افترضنا أن أمريكا استخدمت حق الفيتو، ألن تفقد شرعيتها ومنطقيتها في التعامل مع الموضوع؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، ساركوزي الرئيس الفرنسي امبارح قال من حق الدولة الفلسطينية أن تقام ولكن بجدول زمني، على نهاية العام ستعلن الدولة الفلسطينية، يعني بيدي مهلة. على الوجه الآخر المفاوضات، على ما أسفرت المفاوضات ده بأن سنين طويلة وفترة منقطع فيها المفاوضات ولا تستأنف نظرا للكبر والكبرياء والتعالي الإسرائيلي مع التعامل مع القضية. رؤيا بص، أنا قدامي ثلاث نقط أخدهم بسرعة عشان عارف الوقت ضدنا. نمرة واحد، حضرتك النهاردة عملت متلازمة ما بين الشرعية والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف إلا القوة، خلينا واقعين جدا. نمرة أو به بقى من أولا أن لا تنتظر من أوباما أكثر مما يعرضه اليوم، لأن أوباما في المرحلة السابعة الانتخابات يريد يروج لنفسه لفترة تانية، لا يستطيع مجابهة اللوبي الصهيوني داخل أوروبا وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، فهتنتظر منه اللي هي العبارات الميعة الملوعة اللي هي ايه، احنا نقر بحق الفلسطينيين بس لازم يجي ده بالتفاوض. هو فين التفاوض؟ اسرائيل لما اعلنت دولتها ما عادتش معانا على الترابيزة. انا من 20-25 سنة انا بطالب بده، كنت بطالب ان احنا نعلن الدولة الفلسطينية من طرف واحد، فلسطينيين يستنوا اكتر من اللازم. مع الوقت اسرائيل بتلعب لعبة الوقت وبتفهم كويس قوي في التفاوض والوقت وبتكسب مع الوقت اوضاع قائمة. سوريا بقى لها اكتر من 40 سنة ارضها محتلة، ها خلاص احنا منتظرين ايه؟ لم تقم حرب او يقوم تفاوض ذكي عليها، مش هترجع الجولان الا بواحده من الطريقتين دول، والطريقه الاولى هي الاجدى اللي تفهمها.